kesal kalah dengan Indonesia. Warga Arab sebut Indonesia timnas Indomie. Begini nih kalau timnas kebuli kalah dari timnas Indomie. Pada darah tinggian semua. منتخب الاندومي هذا يسكتنا والله عيب يا اخوان اقسم بالله شيء يقهر الاندومي وبعدين كمان جالس على الكرسي كمان يا واد شيء يقهر ويفحص يا اخي اقسم بالله يا غبنا صراحه مستوى المنتخب جدا سيء لكن التحكيم هذا ايش التحكيم الاسيوي والله يا اخوان هذا مصيبه المفروض هنا حمر هنا بلنتي هنا يا اخي اقسم بالله يا جماعه حيموتنا التحكيم الاسيوي بعدين شوف كانه هنا يتفرج على مهاجم اندونيسيا يتفرج عليه عادي ولا يتدخل ولا شيء وبارد تخيل معي عزيزي المشاهد انه هداف المنتخب مين حسن كادش هذا مصيبه كبرى عزيزي المشاهد Kekalahan Arab Saudi 2-0 dari Indonesia membawa petaka sendiri bagi warga Arab Saudi. Ada yang menerima, ada yang tidak bisa menerima kekalahan ini. Bahkan tidak sedikit supporter Arab Saudi dan pemerhati bola di sana yang mendesak mundur Herve Renard dalam kekalahan ini. Warga Saudi menyangka akan bisa mengalahkan Indonesia, tapi justru sebaliknya, Indonesia lah yang mengantongi 2 gol lewat tendangan Marcelino. Kekalahan itu membuat Herve Renard banjir kecaman. Padahal dari Arab Saudi, kita bisa belajar mengganti pelatih bukanlah solusi yang tepat. Roberto Mancini juga dipecat Arab Saudi dari pelatih timnas Arab Saudi. Hasil buruk Green Falcons di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu yang digadang-gadang Arab akan membantai Indonesia. Nyatanya mampu menahan imbang 1-1. Setelah itu, kursi kepelatihan Arab Saudi digantikan oleh Herve Renard, yang kini nasibnya juga terancam. Tidak main-main anak Raja Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Faisal mengkritik pedas. Atas kekalahan ini, lewat media Arab dia mengatakan, Federasi Arab Saudi dibubarkan saja kita evaluasi mulai dari pemimpin sampai staf dan pelatih. Dengan kata lain, Arab Saudi harus mengakui kalau performa timnas Arab Saudi kini di bawah skuad Garuda. Satu kali menahan imbang dan kini menang 2-0. Catatan itu cukup untuk menjadi bukti. اندونيسيا تكسب السعوديه 2 بتوع الاندومي اللي ما كانوش يعرفوا حاجه عن الكوره بيكسبوا منتخب عنده دوري مصنف من دوري محترفين ازاي؟ مشيتوا مانشيني وجبتوا رينارد والله لو جبتوا جوارديولا ما حاجه هتتغير طول ما السياسات كده ايه اللي انت كسبته من دوري محترفين وثمان اجانب؟ منتخب الدكه دكه 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 بقالك 6 سنين فيها ما تفكر تمشي انت يا اسطى فكر امشي انت ممكن ربنا يفتحها في الشهر بعد النتيجه دي المجموعه دي ولعت لسه استراليا هتلعب البحرين بس اندونيسيا بقت 6 بقت التالت قبل السعوديه اندونيسيا هذه كيف ما هي طرد اقسم بالله دي طرد وثلاثه كفوف ومنع من ممارسه كره القدم يا هو التحكيم ذا لين متى حيذبحنا في كل مباراه اقسم بالله شيء مستفز هاد لك المنتخب السعودي صراحة اليوم منتخبنا قدم واحدة من أسوأ مبارياته في التصفيات إن لم تكن أسوأها يعني منتخب زي اندونيسيا مع كامل احترامي له ما أنت قادر تفوز عليه لا ذهاب ولا إياب لا في أرضك ولا خارج أرضك وتأخذ منه نقطة بتعادله معك في الجوهرة ولكن اليوم المنتخب كان جدا سيء بسبب القراءة الخاطئة من المدرب رينارد والتشكيلة اللي بدأ بها المباراة صراحة اليوم اللاعبين كانوا جدا سيئين ما شفنا اي بوادر لانك تسجل على اندونيسيا فكل شيء في المباراه صراحه اليوم كان يرفع الضغط هارد لك جمهور منتخب والله هارد لك الوضع في هذه المجموعه معقد جدا ما تعرف مين حيتاهل وخصوصا انه مباريات المنتخب السعودي القادمه جدا صعبه هتلعب مع الصين في الجوهره ومع اليابان في اليابان فوضع المنتخب جدا سيء باذن الله انهم يتداركوا الوضع مع المدرب رينارد ويصححوا الاخطاء ونشوف اننا نتأهل بإذن الله يا رب يا رب نتأهل من هذه المجموعة الصعبة والمعقدة بس معلومة هل تعلموا ان البولقة حسن كادش هو هداف منتخبنا في التصفيات أرد لك منتخبنا معوضين خير بإذن الله القادم افضل لايك فولو شير الاصفر في البايو يعطيكم العافية